يحتل الملف النووي الإيراني الحيز الأكبر في محادثات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي بني جانتس. محادثات تأتي على وقع استئناف مفاوضات فيينا وسط تراجع الأمال بإمكانية تحقيق خرق، وبعد نفي المتحدثة باسم البنتاغون تقارير إعلامية تحدثت عن مناقشات بين قادة عسكريين أمريكيين وإسرائيليين بشأن إجراء مناورات عسكرية تحضيراً لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الحلول الدبلوماسية. كيف ينعكس التنسيق الأمريكي الإسرائيلي على مفاوضات فيينا وما المرتقب منها؟ ونحن نتابع هذه الصور المباشرة الآن من البنتاغون، حيث يلتقي وزيرا دفاع البلدين الأمريكي والإسرائيلي لإجراء هذه المحادثات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية بشأن إيران. الملف النووي الإيراني سيحتل الملف الأبرز. بعض المعلومات تحدثت عن إمكانية إجراء مناورات عسكرية بين الجانبين بالتزامن مع هذه إذن المفاوضات الجارية في فيينا، الحديث عن إمكانية ضرب مواقع نووية إيرانية بالوقت اللي أتى مباشرة النفي الأمريكي لهذه المعلومات التي صدرت في العديد من الصحف الأمريكية اليوم، تأكيداً على إنه الحل الدبلوماسي لا تزال تلتزم به واشنطن حتى هذه الساعة. مراسلنا جو تابت من واشنطن يتابع مجريات هذا اللقاء والمحادثات المرتقبة، ونسأل جو عن الأجواء في واشنطن المرافقة لهذه المحادثات بعد ما خرج خلال الساعات الماضية عن الصحف الأمريكية تعليقاً على هذه التطورات المتزامنة مع استئناف الجولة السابعة من جديد في فيينا. جو. تماماً شانتال، الإدارة الأمريكية ما زالت ملتزمة بالدبلوماسية كحل وحيد، وليس ولا يوجد أي حل آخر لمعالجة ملف إيران النووي. هذه بالنهاية هي رؤية إدارة الرئيس جو بايدن. المحادثات العسكرية التي تحصل بعد لحظات في البنتاغون بين وزيري الدفاع لويد أوستن وبني جانتس في الواقع ستركز على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، إنما الحديث عن أن مناورات عسكرية ستحصل بين البلدين لدراسة أو لمحاكاة سيناريوهات تتحدث عن ضرب منشآت نووية إيرانية. في الواقع دعيني أقول بأن هذا الموضوع استبعده البنتاغون بشكل كلي. واشنطن، مصادر البيت الأبيض، الخارجية وأيضا الاستخبارات الأمريكية لا تريد الحديث أقله الآن عن أن أي إمكانية قد تحصل لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. الجميع يعلم ما هي انعكاسات أي ضربة عسكرية ضد إيران. الجميع يعلم بأن أي مواجهة مع إيران ستشعل المنطقة، حزب الله وحركة حماس وربما الميليشيات موالية لطهران في العراق كلها قد تتحرك، والجميع يعلم بأنها ستكون مدمرة للمنطقة. هنا الخلاف الحقيقي بين واشنطن وتل أبيب. وفي الواقع اللقاء الذي يحصل الآن بين جانتس وأوستن سيؤكد على الشراكة، إنما أيضا سيقابله عدم تطابق في وجهتي النظر الأمريكية والإسرائيلية لناحية معالجة الملف النووي الإيراني. إسرائيل تتحدث عن توجيه ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية منذ عقود، وهي لم تفعل هذا الأمر لأنها تعلم بأن هناك صعوبات تعترض هذا الطريق. بطبيعة الحال سنكون بمتابعة لهذه المحادثات وما الذي يمكن أن يخرج عنها، وكيف يمكن للجانب الأمريكي أيضا إقناع الجانب الإسرائيلي الذي تعهد بالقيام بهذه الضربة منفردا. شكرا لك جو تابت، سنعود إليك فور ورود أي تفاصيل جديدة من واشنطن. سنبقى مشاهدينا في واشنطن مع ضيفنا الآن كبير الباحثين في مؤسسة هيريتج جيمس فيليبس. أهلا بك معنا سيد جيمس في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. كيف يمكن النظر بداية إلى هذه المحادثات، إلى أهميتها بين وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي بني جانتس في هذا التوقيت بالذات التي تشهد فيه مفاوضات فيينا سيد جيمس تعثرا كبيرا؟
أعتقد أن أهمية هذه المحادثات هي أن إدارة بايدن تظهر بأن لديها خيارات أخرى إلى جانب الخيار الدبلوماسي. لو أن إيران استمرت طبعا في مواصلة لعبة التأخير والعرقلة في محادثة فيينا، فالولايات المتحدة ستتحاور وتتشاور مع حلفائها، وطبعا الإسرائيليون مهتمون جدا بتمرينات وتدريبات عسكرية، فهم يخططون لواحد السنة المقبلة، وربما هم يأملون بأن يروا الولايات المتحدة تشارك في تلك التدريبات. إذا كانت هذه المناورات التي يتحضر لها الجانبان، والتي أكد الجانب الأمريكي أنها لا تهدف لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، إنما لمواجهة أي تهديدات تشهدها المنطقة، سيد جيمس، ما هي التهديدات الأخرى التي تشهدها هذه المنطقة؟ ولماذا تلك المناورات بهذا الوقت بالتحديد؟ أعتقد بأن هذه فقط قصة كما يقال دبلوماسية. هناك تهديدات أخرى، نعم، من مثلا من داعش وحزب الله والمجموعات والتنظيمات الإرهابية، القاعدة الآن مثلا تجمع قواها في أفغانستان، ولكن تلك التهديدات لن تتطلب بكل تأكيد تدريبات أو ردودا عسكرية أمريكية إسرائيلية. أعتقد أن التهديد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يمكن أن يكون فيه التعاون العسكري هو إيران، ولكن إدارة بايدن طبعا تستعمل اللغة الدبلوماسية ولا تقول ذلك. تماما، وأشرت سيد جيمس إلى نقطة مهمة جدا يتم الحديث عنها الآن في الداخل الأمريكي، مسألة الخيارات الأخرى في حال فشل الخيار الدبلوماسي. أيضا كان قد أطلع قادة البنتاغون مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك قبل فترة وجيزة، على كافة هذه الخيارات العسكرية المطروحة أيضا لضمان منع إيران من امتلاك هذه الأسلحة أو إنتاج هذه الأسلحة النووية. هل يمكن الحديث عن خيارات أخرى بعيدة عن الخيارات العسكرية قادرة على ردع إيران؟ نعم، من المثير للاهتمام بأن ديفيد بونيا رئيس الموساد المخابرات الإسرائيلية هو أيضا في واشنطن الآن، رغم طبعا أن التركيز على دفاع وزيري الدفاع عفوا، ولكن هناك محادثات بين ديفيد بونيا وويليام بيرنز مدير CIA. إذن ربما هناك خطط مشتركة لا تتضمن التحرك العسكري، ربما تحرك سيبراني، أو ربما عمليات سرية استخباراتية. هل يمكن سيد جيمس للإسرائيليين التحرك بأي شكل من الأشكال، إن كان سيبرانيا أو عسكريا، من دون ضوء أخضر أمريكي؟ حتى الساعة يقول من يتابع هذا الملف أنه لا يمكن للإسرائيليين القيام بذلك، مع العلم أنه استمعنا إلى آخر المواقف الإسرائيلية المتمسكة بهذا التحرك ولو بشكل أحادي. أعتقد أن إسرائيل، نعم، لديها الحرية لضرب إيران في سوريا، وعلى الأقل ربما فيما يخص الهجمات السيبرانية، وخاصة في الرد على الهجمات السيبرانية الإيرانية ضد إسرائيل. ولكن إحدى الرسائل التي تبعثها واشنطن هي أن إيران لا يمكن أن تعتمد على الولايات المتحدة لتكبح جماح إسرائيل، ولا يمكن أن تعتمد أيضا على الولايات المتحدة لأن تبقى ولا تتحرك إذا استمرت في طريقها النووي، والذي طبعا يجعلها تتصادم مع واشنطن. وهنا يعني الوضع يتطلب تنازلات، لكن غدا سيتم مناقشة ملف رفع العقوبات في فيينا،
ما الذي يمكن توقعه في هذا الإطار؟ وكيف يمكن لهذه الزيارة، لهذه المحادثات التي سنتابعها بين وزيري الدفاع، أن ربما تنعكس على المفاوضات أو على المحادثات المتبقية في هذه الجولة؟ أنا أشك بأن هذا الموضوع سيطرح في فيينا إلا إذا تحدثت عنه إيران. لا أتوقع تقدما كبيرا في المحادثات في فيينا بالنظر إلى إيران وتراجعها عن بعض المساومات التي تحققت والحلول الوسط بين الحكومة أو التي قدمتها الحكومة الإيرانية السابقة. هذا يرسل إشارة بأن إيران ليست جادة بشأن المفاوضات، وأعتقد أن إطار التعاون الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي يصب في الجهود للضغط على إيران حتى تكون جادة في المفاوضات. سنكون بمتابعة لهذا الملف دائما. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن، كبير الباحثين في مؤسسة هيريتج جيمس فيليبس.